وزارة الأشغال ومعاها طبعا أكثر من هيئة، هيئة الطرق وأماكن أخرى، وقعوا 14 اتفاقية مع هيئة الصادرات السعودية في سبيل تطوير وتحسين البنية التحتية في البلاد. وأتوقع باسل ونجيب تتفقون معي أن هذا الشيء الكل مترقبه والكل متفائل في هذا الاتفاق وهذا التوقيع. وأكثر معلومات راح تكون مع زميلي فهد التركي، زميلنا فهد التركي مراسل قناة الأخبار. صبحك الله بالخير وعطنا معلومات أكثر حول هذا الموضوع. صبحك الله بالخير فجر، صباح الخير نواف، صباح الخير باسل، كل التحية وكل التقدير لمشاهدي برنامج إشراقة كويتية من قناة الأخبار. فعلا التعاون بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية يتجلى في أبهى صورة له من خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدت بين هيئة تنمية الصادرات في المملكة العربية السعودية ووزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق وكثير من الجهات الحكومية بهدف تكريس التعاون الكويتي السعودي في عديد من المجالات، وأبرزها تطوير البنية التحتية من خلال دخول الشركات السعودية للمنافسة على المناقصات والممارسات والعروض لتطوير البنى التحتية في دولة الكويت. اليوم الاجتماع الثالث والأخير الذي يعقد في وزارة الأشغال العامة وبالتعاون مع الهيئة العامة للطرق وهيئة تنمية الصادرات في السعودية من أجل تكريس التعاون لتطوير البنية التحتية في دولة الكويت. ماذا عن الاجتماع وماذا عن نتائج الجولة السعودية في دولة الكويت؟ كل ذلك وأكثر سيكون حاضرا معنا في الحديث الذي سيجمعنا مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس أحمد صالح. صبحك الله بالخير مهندس أحمد، يعني كما نشاهد من خلفنا الاجتماعات تسير على قدم من وساق بين الجانب السعودي والجانب الكويتي في سبيل تكريس التعاون وتطوير التعاون في مختلف المجالات لا سيما في البنى التحتية. اليوم الثالث ماذا نتج عن سلسلة الاجتماعات وخاصة فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية في دولة الكويت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما تفضلت اخوي فهد، كانت سلسله اجتماعات جدا مهمه امتدت خلال 3 أيام السابقه. اليوم يمكن تطرقنا الى مواضيع كثيره، منها كيفيه تنفيذ البنيه التحتيه وكيفيه صيانتها وتطوير منظومه النقل العام في الكويت. تطلعنا ايضا الى المنصات اللي يستخدمونها الاخوان في المملكه العربيه السعوديه، منصات مهمه، خبره كبيره، قطعوا شوط في مجالات كثيره. احنا نحاول ان نبدا ليس من الصفر، نبدا من حيث ما انتهى الاخرون، والجانب السعودي كان متعاون جدا، مد يدلعون في تقديم خبراته في كثير من المجالات. المجال اللوجستي، امس كان في اجتماع على كيفيه التعامل مع اللوجستي بالنسبه للطرق وبالنسبه ايضا لتنفيذ المباني والمباني الخضراء، واليوم ايضا عندنا منصه لوجستي قعدنا معاها وشرحوا لنا اليه التعامل والتعاطي مع منصات الخاصه بتنفيذ الأعمال، منصات الخاصة في الأعمال اللوجستية، بالإضافة إلى اليوم الأول امتداد كان اللي هو الشركات القادمة من المملكة العربية السعودية. اليوم يمكن كان في كثير من التساؤلات من قبل الشركات حول المشاركة في السوق الكويتي، العقبات الموجودة بالنسبة لهم، وبالتالي احنا شرحنا بشكل كامل آلية تنفيذ الأعمال في الكويت، آلية التسجيل ودخول مناقصات الكويت في مشاريع وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري. والحمد توصلنا إلى نقاط كثير مهمة، بدينا في وضع قناة للتواصل وتحديد آلية التواصل. إن شاء الله في المستقبل راح يكون في تعاون كبير، وهذه البداية فقط للفترة القادمة. كل الشكر والتقدير للمتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد يعني الصالح. وننتقل في الجانب الآخر إلى السيد ثامر المشرافي المتحدث الرسمي باسم هيئة تنمية الصادرات في المملكة العربية السعودية. صبحك الله بالخير سيد ثامر، ونرحب بكم في بلدكم الثانية مجددا. تعاون كبير ونتائج مثمرة لتعاون كويتي سعودي في مختلف المجالات من أجل تكريس شراكة سعودية كويتية لا سيما في تطوير البنى التحتية. ماذا عن سلسلة الجولات والاجتماعات التي عقدت مع مختلف الجهات الحكومية؟ بداية نشكر لكم استضافتكم، وبكل تأكيد كما تفضلت أخي الكريم نحن اليوم في بلدنا الثاني وجدنا كل حفاوة و
تواجدنا اليوم في هذه الجولة، جولة الصادرات السعودية، لتعزيز وخلق فرص مشتركة تؤكد متانة العلاقات الاقتصادية وقيمتها وقوتها على مر وامتداد التاريخ. بكل تأكيد اليوم في يومنا الثالث من هذه الجولة تم يعني عقد عدد من الاجتماعات في قطاعات مختلفة، على سبيل المثال للحصر قطاع البناء والنقل والخدمات اللوجستية، وأيضا الاتصالات وتقنية المعلومات، ومرورا بالخدمات الصحية. طبعا هذه الجولة شملت ما يقارب 14 شركة سعودية، وأيضا ما يقارب 4 جهات حكومية تحت مظلة وقيادة هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنظيم هذه الجولة. حرصنا على عقد عدد من الاجتماعات لتأكيد وإيجاد الفرص اليوم الموجودة، وأيضا يعني الاستثمار في جانب تبادل الخبرات. وجدنا بكل تأكيد فرص قائمة اليوم، وأيضا لمسنا حرص واهتمام من الجانب الكويتي بمختلف الجهات، وأهمها يمكن الجهات المرتبطة بالقطاعات اللي تم التركيز عليها على مستوى تصدير الخدمات. وبكل تأكيد نسعى إن شاء الله بإذن الله أن تؤتي ثمارها على يعني ما ختام الجولة اللي بتكون إن شاء الله في نهاية اليوم بإذن الله. نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق وتكريس الشراكة والعلاقات الكويتية السعودية إلى مزيد من النجاح والتقدم إن شاء الله. بكل تأكيد وشكرا لكم. كل الشكر والتقدير للسيد ثامر المشرافي المتحدث الرسمي باسم هيئة تنمية الصادرات في المملكة العربية السعودية، والشكر في الجانب الآخر للمهندس أحمد الصالح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق في دولة الكويت. ودائما ما تكون العلاقات بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ممتدة، وإن شاء الله لتتطلع إلى النجاح في المستقبل لمزيد من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة على صعيد تكريس العلاقات ورؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 في جانب، ورؤية دولة الكويت كويت جديدة لعام 2035، ونتطلع إلى النجاح الدائم بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية. نعم فجر، يعني هذا كل ما لدينا من قلب الحدث، وأنتم يعني تشاهدون من خلفي الاجتماع القائم بين وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق في دولة الكويت وهيئة تنمية الصادرات في المملكة العربية السعودية. نعود إليكم وإشراقة كويتية من قناة الأخبار في دولة الكويت. يعطيكم العافية فهد، وصراحة كل الشكر لك ولضيوفك الكرام.